سلام بنات كيداير لاباس عليكم كلشي مزيان اليوم جيت لكم بواحد لاغوسيط اللي هي سهله جديده كما كتعرفوا كلشي ولا كيستعملها اللي هي لاموس شنو كنحتاجوا في هاد المقادير كتجي بحال كابوتشينو ديال الزنقه بما اننا جالسين في الدار علاش لما نوجدوش في الدار محبين القهوه اذا غادي نحتاجوا 6 المعالق ديال الماء ما يكونش دافي وغادي نحتاجوا 2 معالق السكر على حسب نتوما الذوق ديالكم كتعجبكم الحلاوه ديروا 3 وقهوه هذه سريعه الذوبان هنايا غادي نحتاجو 3 ديال المعالق غادي نجوف واحد البول غادي نديرو 3 ديال المعالق ديال هذه القهوه نسكافيه هاد لاغوسيط فريمون كتجي سهله وبنينه بزاف غادي نزيدو معاها 6 د المعالق انا راني حاسبهم هنا 1 2 3 4 5 6 6 د المعالق ديال الماء وغادي نديرو 2 ديال السكر انا غادي نخلط بالخلاط اليدوي الا عندكم الخلاط هذا الكهربائي علاش لا ما ديروش المهم انا قلت غادي كما كتقولوا لي ديما ما ديرناش بالثرموميكس المهم هذا قلت علاش لا ما نشاركاش معكم واحد البول كنبقاو نخلطو كما كتشوفوني انا راني بالبنوار يلا نمت قلت غندير فطور علاش لا علاش ما نصور ليكمش هاد لاغوسيط دوك نبقاو نحركو مزيان حتى تطلع لينا الرغوة بون البنات كما كتشوفوا ها هي ولات لا تيكستور كتقار هي ما ننصحكمش ديروها باليد ننصحكم ديروها بالطراب بهذا بالباتور انا راه عندي غير باش ندير لكم الخطر كنت كندير هكا والله الا كاع يوما درت سبور في كثر بون صافي انا ما غاديش نخلطها بزاف غادي نخليها بحال هكا ونخليها ترتاح واحد شويه من بين ما نوجد واعر دابا غادي نجي غادي نوجد الحليب ديالنا عادي بون البنات صافي كنكبو الحليب ديالنا كيكون سخون بحال هكا ونجيو لهنايا شوفو كيفاش هانت خليتها تغوبوزات واحد شويه شتو غادي نجي شتو كيفاش كتجي صافي وتحطوها فوق الحليب ديالكم بالنسبه للناس اللي كيبغيو بزاف د القهوه يحطوها الناس اللي ما كيبغيوش صافي بحال هكا غير السافور وبارك ها انتما شوفوا كيفاش كتجي القهوه كتبقى من تحت و لي سبوما من الفوق صافي هذا غادي ندير الكاس ديالي انا ونتمنى لا غوسيت ديال اليوم ماشي غوسيت هذه غير استوس تكون هاد الاعجاب ديالكم وبصحه والراحه نمشيو نفطروا وبسلام فين نسيت ما قلت لكم بالنسبه للمحبين ديال القهوه هذا الشيء دابا اللي بقى لكم هنايا في لو بول بين ما درت هنايا الكسان ديالي غتشدوا واحد البابي ولا طاسه تكون مشدوده الا كنتو تضربتوا فيها ديروا هنا السلوفه تخلوها في الثلاجه فوق ما تبغيو تشربوا القهوه ديالكم كتمشيو كتهزوا هاد لي سبوما هاد الرغوه هادي
ديروها في الكافي ديالكم وتنسموه.